طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات. طبعا رجعنا يا شباب يا حلوين، سلسلة جديدة اسمها ماونت بليد. طبعا السلسلة هذه قلت لكم اني راح انزلها في الحلقات الماضية في اتيلا، قلت لكم اني راح انزل ماونت بليد، وبما اني خلصت يعني قلت لكم ان هذه اخر سلسلة انزلها في اتيلا، معناته ان لازم نجيب لكم شيء نستبدله في اتيلا. طبعا اتيلا ما راح اسحب عليها، يعني اتيلا اللي هي الدي ال سي حقتها، يعني ما عاد في شيء، اخذت كل شيء اخذته منها، خمس سلاسل في القناة كلها اتيلا. فبنروح الحاجة يعني لعبة ثانية من نفس العاب توتال وور، بس وش هي والله ما اعلم، لكن او اذا نزل دي ال سي جديد ننتظر نشوفه، او مود جديد والله اعلم. لكن الحين خلونا ننزل، انا قلت راح انزل لكم ماونتن بليد، واليوم راح اوفي وعدي لكم. طبعا في ناس كثيرين طلبوا مني ان انزل ماونتن بليد، وصراحة لعبة انا متحمس لها، يعني من الناس اي واحد قد لعب اتيلا والعاب توتال وور فلا بد انه يمر على ماونتن بليد، الا انا وصلت اخر واحد مريت على ماونتن بليد. طبعا قديمة اللعبة ماونتن بليد، قديمة مرة مرة قديمة يا عيال. طبعا توني داخل اليوم اول مرة العبها لي، يعني التحكم فيها الظاهر ما ادري عنه، لكن بنشوف الحين. يقول لك بلاي توتوريال او ستارت نيو جيم او الواد جيم او ملتي بلاير او كوستم باتل. طبعا خلوني العب كوستم باتل. التوتوريال يعني حاجة يعني تدريب تريننج، ماني محتاجة يعني. خلوني العب كوستم باتل بس، وش العب والله ما ادري يعني. طيب وش يقول لك؟ باك جراوند. طيب انا بلاير انمي، هذا انا وهذا الانمي تبعي. ليش شخصيتي كذا؟ ليش؟ ايش هذا؟ كينغدم اوف سويديا. طيب ابي لي شخصية مرة قوية. طيب ابو كالشنب كذا، الشنب ولا بلاش كفو. طيب هذا مع سهم ومع سارد مع ارمر. طيب هذا مع سيف ومع ما ادري وش الرماح اللي على ظهره وما ادري. طيب هذا حرمة بعد، والله كبير يا الحرمة زايرة. هذا كويس بعد مع رمح، هذا صيني او ما ادري وشو. طيب الانمي تبعنا شو 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 والله يا مع سكين يا شيخ، هذا حق سكين حق فيلا، ذا يذبحون بالفيلا، يقطعون بالفيلا والديناصورات، يعني هذا لو يضرب له جندي قسم من الصين. هذا مدرع كله ارمر، يعني حتى الفرس يعني الحصان انقلب دبابة، يعني ما عاد صار. هذا له قرون، وهذا ما شاء الله مركب سجادة على الفرس ما شاء الله. ايش رايك تحط لك مركة وتحط لك شاشة قدامك، يصير مرة تصير سيارة مرة واحدة. هذا برضو والله دبابة، دي دبابة، راح الحصان كله ارمر. طيب ناخذ هذا شكله بحمسنا. طيب يقول لك هنا وش يقول؟ ارمي كومبوزيشن. طيب شو هيدا؟ اذا زودنا نقصنا، واذا نقصنا زاد. ايوه خليك كذا، طيب تعادل. طيب يقول لك باتل، يقول غابات او قلعة، غابات او قلعة، ديفنس وباتل اوفنس وديفنس. خلنا نلعب باتل عادي، نبي لنا ماب كويس، والله نبي لنا ماب كويس. والله هذا شكله مرة خرافي، شكله عربي ذا. لا 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 لا، رجع 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 الماب، ياهو ابي الماب اللي قبل شوي، حرام عليه. ايوه هذا هو. طبعا يقول لك ارمي سايز اكسلنت 31. لا لا خليه اعلى شيء 200، والله بتصير ملحمة يا عيال. اما عاد 200، تخيل 200 ضد 200، يلا ليتس جو قدام يا شيخ ابو الحماس. طيب الحين بدا، والله لا 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 لا، والله يا جيش ايش الحاجات الغبية اللي على رؤوسهم؟ هذاك الجيش اللي ضدنا تشوفونه هناك، والله بتصير ملحمة يا عيال قسم بالله. الكنترول والله هم اسرع مني، حليلهم والله واجد، والله على عيال حارتنا جمعتهم ورحنا. يلا اجري يا بقرة، اجري اجري اجري، بس اعطوني جندي غبي والله العظيم، ليش ما ادري، انا ما ادري هل اخترت هذا انا او لا. يلا اجري اجري اجري، وش لا 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 لا
الله الله الله، اعطيني الله الله. في واحد هنا، في واحد هنا. وبدأت المعركة الملحمية، بسم الله على بركة الله. معركة يا عيال ملحمية، بس ازعاج يا اخي، الله يزعجهم والله. صوت شوف الشات الغبي هذا ليش؟ الله 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 يا كثرهم. خلي لي خلي لي، تعال اقعد. ايوه ايوه تيلو، من باقي من باقي والله ملحمة يا عيال، بس الشات الغبي هذا ازعجني من جد. ايش اللي تحسه فيلم والله، تحسه فيلم والله. الله ايش الازعاج هذا والله، حشر امهم يا عيال. والله حشروهم، والله حشروهم. ايش الازعاج هذا والله، ازعاج. حشروهم حشرة بنت كلب والله، مسكين صكوا عليه. الزبدة فزنا عليهم والله، انهم ازعاج ما يمدينا عليه. زبده والله ازعاج، والله 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 ازعاج. يا الله يا اخي هدوء هنا، الله يقرفهم يا شيخ على ازعاج. خلنا ناخذ السورد انا. طبعا لعبه ماونت بليد جدا خرافيه يا عيال، لكن جوده الجرافكس فيها مره معفنه. الله الله، البندقيه هذه ولا ايش؟ هذه بندقيه، خلني اخذها. كيف كيف اخذها؟ طبعا ما ادري، خلاص انتهت المعركة. في خيام هناك، خلونا نروح نشوف الخيام شوي. تعال تعال يا حصاني، شك خايف، تعال. او انتهى الجيم، اوكيشن اوكيشن، كذا انتهى الجيم. مونت بليد الجرافكس فيها مرة، ما ادري ليش، ما ادري ليش. خليني اشوف الجرافكس عندي، الجرافكس عندي على اعلى شيء على ما اعتقد، جاز يستحمل اقوى من كذا يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن ما ادري ليش الجرافكس شوي غبي فيها. طيب على على شيء هذا ولا الله، على على شيء يعني، ايش رايك؟ هذا يقول لك هذا خليه نون نون. طيب يقول لك ريزدنسني 3، كل شيء مره ممتاز، كل شيء مره اكسلنت، لكن انتظار سلسله جديده يا شباب، اتمنى انها تعجبكم. الحلقة هذه مرة سريعة كذا يعني، حاب اعلمكم اني نزلت ماونت بليد وراح انزل سلسلة. اكتبوا لي في التعليقات وش السلسلة اللي تبونها يعني، وش الشعب اللي تبون العب فيه، ما ادري اذا في شعوب هنا. اكتبوا لي كل شيء، حتى اذا بتساعدوني يعني، ترى توني جديد، اكتبوا لي كيف حاجات ما اعرفها، علموني اياها في الكومنت، يعطيكم العافية. راح اقرا راح اقرا الاسئلة حقتكم في الحلقة اللي جاية، خصوصا حقة ماونت بليد، وحقنا تيلا برضو راح اقرا اسئلتكم في الحلقات الجايه. في امان الله.